وهو وخالد حاطيني فوق راسهم طبعا دخل. نقلت علشان تعيش في دار مسنين. نور النبوي سابها ومش راضي يساعدها. هجوم على خالد النبوي وابنه بسبب الفنانة عواطف حلمي. ايه الحكاية؟ جدل كبير مثار اليومين اللي فاتوا وانتقادات كتير للفنان نور النبوي، وده بسبب جدته الفنانة عواطف حلمي بعد اعلان وجودها في دار للمسنين، وان ازاي نور ووالده الفنان خالد النبوي يعملوا حاجة زي كده او حتى يوافقوا انهم يسيبوها في اخر ايامها تروح تعيش في دار مسنين وكأن ملهاش اهل. وده اللي وضحه نقيب المهن التمثيلية الفنان اشرف زكي اللي قال ان الكلام ده مش صحيح ومغلوط، عواطف حلمي مش عايشة في دار مسنين، لكنها من وقت للتاني بتحب تروح دار اقامة كبار الفنانين برغبة منها وخدمة لزمايلها الموجودين في الدار، بعدها بترجع لحياتها الطبيعية في بيتها وسط اولادها واحفادها. شدد على انها بتقوم بعمل انساني جدا وتطوعت من تلقاء نفسها من غير ما حد يطلب منها، وده لانها بتحب الخير ومساعدة كل اللي حواليها من غير ما حد يطلب حاجة، وده اللي اكده الفنان محمود عبد الغفار المسؤول عن الدار في تصريحات تلفزيونية قال فيها الاستاذة العظيمة عواطف حلمي ست راقية المشاعر من ساعة ما فتحنا الدار وهي ليها دور خدمي وتطوعي لا ينقطع. السؤال عن زملائها وانها تبقى في وسطهم وانهم بيطلبوا منها كل شوية تروح الدار لانها ست اول ما تشوفها بتستريح نفسيا وهي داعم نفسي لزمايلها. الجدل ده كله كان اثره سيء جدا على الفنانة عواطف حلمي، وزعلت جدا من الحملة اللي اتعملت على حفيدها نور النبوي على السوشيال ميديا، وقالت في تصريحات صحفية نور النبوي احسن حفيد في الدنيا، هو ابنه حفيد بار باهله وشايلني هو والده الفنان الكبير خالد النبوي فوق الراس، ما قصرش اي حد منهم في حقي لانهم بيحبوني جدا وبيهتموا بيا وما قبلش ان اي حد فيهم يتعرض للانتقاد بسببي. اكدت انها مش مقيمة في دار مسنين زي ما روج البعض، وانها مقيمة في فندق دار اقامة كبار الفنانين رغبة منها في انها تشارك زمايلها واصحابها من الفنانين الكبار وقت حلو وترجع معاهم ذكرياتهم الجميلة. كملت وقالت تواجدي في المكان ده مش معناه اني بعدت عن اهلي وولادي واحفادي، مفيش قيود تمنعني من اني ازورهم او انهم يزوروني في الفندق. وطلبت الفنانة عواطف حلمي من الناس اللي بيحاولوا يستغلوا قرارها علشان يهاجموا حفيدها انهم يوقفوا الهجوم ده فورا لانه اقرب واحد لقلبها وبيعشقها وهي بتعشقه وهو عمره ما بخل عليها في يوم من الايام بحبه واهتمامه. كانت الفنانة عواطف حلمي اسدلت الستار عن مسيرتها الفنية، اعتزلت الفن بعد اخر تجربة ليها في التلفزيون من خلال مسلسل نقل عام اللي اتعرض قبل سنتين من اخراج عادل اديب وبطولة محمود حميدة وسوسن بدر واحمد بدير. شاركت فيه التمثيل مع حفيدها نور النبوي، كان اول ظهور ليها بعد الاعتزال معاه خلال العرض الخاص بفيلمه الحريفة. اتصورت معاه صورة نشرها نور على حساباته وكتب عليها جدتي الغالية، وجودك معايا حاجة كبيرة قوي عندي وحب ليكي ملوش مثيل. الفنانة عواطف حلمي من مواليد 1948 اتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية سنة 1963، التحقت بعدد من فرق المسارح منهم مسرحية الحكيم، فرقة المسرح الحديث من سنة 1974 وحتى 2002. من أبرز أعمالها على المسرح مسرحية الإنسان الطيب وقلوب خيالة، غير مشاركتها في الدراما من خلال أعمال كتير أبرزها طلقتك نفسي، حكايتي، القمر آخر الدنيا وغيرها كتير. وهي والدة زوجة الفنان خالد النبوي وجدة الفنان الشاب نور النبوي.